تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم وسهلا في مستهل حلقة جديدة ببرنامجكم حدث في رمضان. موضوعنا اليوم حول ما الذي حدث في 17 من رمضان. لين نشوفوا الإجابات ونرجع لكم. شنو نتذكر من الأحداث التاريخية اللي خلقت خلال شهر رمضان؟ أهم حدث وقع في رمضان يوم 17 رمضان السنة الثانية للهجرة وقعت غزوة بدر الكبرى. شنو المتذكرة من الأحداث التاريخية اللي خلقت خلال شهر رمضان الكريم؟ رمضان شهر كريم حافل بالأحداث التاريخية، ويكفيه شرف أنه نزل فيه القرآن الكريم وليلة القدر. شنو المتذكرة من الأحداث اللي خلقت خلال شهر رمضان الكريم؟ أهم الأحداث في رمضان الكريم في شهر رمضان الكريم هي معركة بدر 17 سنة ثانية هجرية. شنو نتذكر من الأحداث التاريخية اللي خلقت خلال شهر رمضان؟ فيه أنه نزل فيه القرآن وفيه ليلة تعدل ألف شهر مثل وهي ليلة القدر. نتذكر من الأحداث التاريخية اللي خلقت خلال شهر رمضان الكريم؟ الأحداث التاريخية في رمضان يوم 17 رمضان السنة الثانية للهجرة وقعت غزوة بدر الكبرى. أرجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد ما سمعنا الإجابات حول ما الذي حدث في 17 من رمضان. درك ليه نشوف المعلومات المعتمدة من طرف المؤرخين في هذا الموضوع. هذه الحلقة نتمنى عنكم تعودوا استفدتوا من هذه المعلومات، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى دمتم في أمان الله.